انه لمن دواعي سروري ان ارحب بالاخ العزيز الرحال القطري خالد الجابر الذي يعود مره اخرى الى بلده الثاني الجزائر وبين اخوانه الجزائريين في رحله يجوب خلالها ربوع الجزائر من جديد بعدما كان جاله ولنحو 4 أشهر 36 ولاية في رحلته الأولى التي أطلق عليها اسم الصعود إلى طاسيلي تعرف خلالها على سحر وجمال وتاريخ وحضارة الجزائر. أيها الأخوة الأفاضل، إن هذه الرحلة والمغامرة الجديدة تحمل في طياتها معاني الأخوة والسلام والتواصل الدائم بين الشعبين الشقيقين والبلدين، وهي عربون أخوة وحب بين الشعبين وجسر لتعميق الروابط وتجسيد لمعاني الإنسانية والسلام بين الأشقاء وشعوب العالم. وإذ نرحب به مرة أخرى في مغامرة سياحية جديدة، فإننا نرجو أن تكلل رحلته الجديدة بالنجاح، وأن يبقى هذا التواصل كحلقة في مسار طويل من العلاقات التاريخية والمتميزة بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.